أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على تطورات المشهد السياسي اليمني. كشفت مصادر برلمانية عن ترتيبات حكومية مكثفة لتفعيل مجلس النواب بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر قولها إن الحكومة تستعد لعقد لقاء تشاوري لأعضاء مجلس النواب في العاصمة السعودية الرياض، وأضافت أن قيادة الشرعية بالتفاهم مع القوى السياسية والحزبية قررت تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا بالتزامن مع التعديلات الوزارية الجديدة التي يرجح أنها قد تطال عددا من الحقائب، إضافة إلى التغيير الذي حصل في رئاسة الحكومة. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن تأتي به هذه التطورات على مستوى إنعاش الشرعية؟ وهل التغييرات التي طالت الحكومة كافية لإحداث الأثر الملموس بالنسبة للمواطن؟ قبل النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. مساء حثيثة من الرئيس هادي والتحالف لتفعيل البرلمان. منذ أسبوعين مضت والحديث يدور حول دعوة عاجلة وجهت إلى أعضاء مجلس النواب للمجيء إلى العاصمة السعودية، مقرونة بغموض حول مصدر هذه الدعوة ودوافعها. اتضحت الصورة الآن، الرئيس هو من يقف خلف هذه الدعوة وبإيعاز سعودي بحسب ما يشير إليه مضمون التقرير المطول الذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وتضمن تفاصيل أفادت بأن جلسة تشاورية من المقرر أن تعقد بالرياض قبل عقد الجلسة الإجرائية التي لم يحدد بعد ما إذا كانت ستعقد في مدينة سيئون أم في مدينة مأرب، والمخصصة لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس. الأهداف المريحة لدعوة أعضاء مجلس النواب تتمثل في حال توفر النصاب القانوني هي استعادة السلطة الشرعية من ميليشيا الحوثي وتأمين الغطاء الدستوري لأحدث تشكيل حكومي أقدم عليه الرئيس، وشمل إقالة رئيس الحكومة أحمد بن دغر وإحالته إلى التحقيق، وتعيين الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا جديدا للحكومة. مصادر مطلعة أوضحت للصحيفة نفسها أن الرئيس عبد الرب منصور هادي أمر باستدعاء النواب الموجودين خارج مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وأن تفاهما تم بين الرئيس والقوى السياسية والحزبية قرر على إثره الرئيس تفعيل كل سلطات الدولة بما فيها إعادة تشكيل هيئة جديدة لرئاسة البرلمان من الأعضاء الموجودين خارج سيطرة الميليشيا الحوثية في الأيام القريبة المقبلة. وفي إشارة لافتة أوضح التقرير أن الرئيس هادي يسعى إلى الدفع بنائب رئيس مجلس النواب الحالي محمد الشدادي الذي ينتمي لمحافظة أبين إلى تولي رئاسة المجلس في الوقت الذي تطمح كتلة نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الموجودة في الخارج إلى تنصيب رئيس الكتلة والقيادي البارز في المؤتمر سلطان البركاني. مساع كهذا تكشف بنظر المراقبين الدوافع الحقيقية لإقالة بن دغر وتحييده، ومنها رغبة الرئيس في ضمان بقاء منصب رئاسة مجلس النواب بيد شخصية جنوبية ومقربة من الرئيس، بالنظر إلى الصلة الوثيقة للبرلمان بتقرير مصير السلطة الشرعية ولقطع الطريق على الكتلة البرلمانية الموالية لجناح صالح من التأثير على صلاحية الرئيس ودوره خلال الفترة القادمة. يأتي ذلك فيما تواصل الرياض وأبو ظبي مساعيهما لتمكين السياسيين المنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام في جسم السلطة الشرعية، وهو مخطط يهدف في المحصلة النهائية إلى إنهاء دور الرئيس بالآلية الدستورية ذاتها. مجددا ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلي من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، وكذا من القاهرة المحلل السياسي أستاذ وضاح الجليل. وأبدأ معك سيد المودع، كيف تقرأ تطورات المشهد السياسي الجديد من خلال الترتيبات المعلنة والترتيبات المسربة بالأصح لإنعقاد مجلس النواب، وكذلك ما طال الحكومة من تعديلات؟ مساء الخير وتحية لك وللأخ وضاح. يعني كما ذكر في التقرير، يعني الهدف الأساسي لهادي هو أن يعزز مركزه. التغيير الحكومي هدف بالأساس إلى تعزيز سلطة هادي. لا يبدو بأن هادي غير الحكومة نتيجة ضغوط خارجية كما يدعي، ولكن خشية ابن دغر في الفترة الأخيرة كان يحاول أن يجمع المؤتمر تحت قيادته. ابن دغر كما نعرف لم يكن لديه أي قاعدة حزبية أو سياسية يستند إليها، وكان يحاول أن يستغل المؤتمر الشعبي
وعندما شعر هادي بأن بن داغر ربما يستقوي عليه من خلال تجميع المؤتمر أطاح به. يعني هادي خلال 7 سنوات لا يتحرك إلا حينما يشعر بأن مركزه في خطر. لاحظنا كيف أنه بقى صامتا وعاصمة بلده تسقط وشارك في إسقاطها، ولم يتحرك إلا عندما طلبوا منها الحوثيين أن يعين نائبا له وهو الصماد، الأمر الذي كان بمثابة قرار انتحاري. نفس الشيء عندما أطاح بخالد بحاح وأتى ببن دغ، لا يتحرك هادي وفق أجندة وطنية ولكن وفق مصالح شخصية ضيقة. هو الآن أتى الدكتور معين، ونحن ليس لدينا تحفظ على شخص الدكتور معين، هو شخص فني مهني شاب ليس من الرعيل السابق المليء بمشاكل السياسة والفساد وغيرها. لكن أولا الطريقة التي تم بها إقالة بن دغر، وأيضا حتى تعيين بن دغر هي غير دستورية. تعيين بن دغر وتعيين الدكتور معين غير دستوري، لأن الدستور ينص على تكليف رئيس الحكومة، تكليف الشخص بتشكيل حكومة وليس تعيين. التعيين هذا في النظام الرئاسي، النظام اليمني في اليمن هو نظام مختلط، والنظام المختلط يقوم على أن يكلف الرئيس شخص بتشكيل حكومة ويتشاور مع الرئيس. يعني يتغير الطاقم كله في هذا يتغير السنة. ضروري، وثم تذهب هذه الحكومة إلى البرلمان تحصل على الثقة، هنا تصبح شرعية. لأن هناك ترجيحات الآن بأن ذلك قد يحدث في سياق يعني الأيام القادمة. كان من المفروض أن يحدث بالشكل من البداية. كان يجب أن يكلف الدكتور معين بتشكيل حكومة، هذه هي الأصول الدستورية. نعم. لا أن يعين. طيب. ليس من صلاحية الرئيس هذه التعيين، وبالتالي هناك خلل جوهري فيما يتعلق بهذه النقطة، وهذا خلل جوهري. يقول خلل جوهري الذي سيتحجج بالمبادرة الخليجية. المبادرة الخليجية هذه نقضها باتفاق السلم والشراكة مع الحوثيين، لأن المبادرة الخليجية تقوم على حكومة شراكة بين المشترك وبين المؤتمر. فالحكومة الشرعية وفق المبادرة الخليجية هي حكومة الوفاق برئاسة باسندوا. الحكومة القانونية الشرعية وفقا للدستور هي حكومة خالد بحاح، وبالتالي حكومة بن دغر وحكومة الدكتور معين حتى الآن من الناحية القانونية غير شرعية. طيب، هذه نقطة جدلية سيجادل فيها كثيرون أستاذ عبد الناصر. دعني أنقل نقطة الهدف الذي يسعى من خلاله الرئيس هادي لهذا التعيين، الذي تقول أنه تعزيز لسيطرته. هل تتفق مع هذه النقاط أستاذ وضاح؟ معنا أنت من القاهرة، تفضل. نعم، مساء الخير لك جميع المشاهدين والدكتور عبد الناصر. أتفق مع الدكتور عبد الناصر في الكثير مما ذهب إليه. ربما مشكلة بن دغر أنه كان استطاع أن يجمع حوله الكثير من جمع التفافا كثيرا، وكانت الكثير من الشخصيات والقوى المجتمعية بدأت تلتف حوله. لا ننسى أيضا أن بن دغر استطاع خلال فترة وجيزة أو خلال فترة رئاسته للحكومة من مواجهة الكثير من التحديات، وخصوصا في عدن وفي قصر معاشيق بالذات. هذا أمر بالغ الصعوبة، وليس بالإمكان الحديث عن أي شخصية أخرى باستطاعتها مواجهة مثل ذلك التحدي، مواجهة ميليشيات على الأرض تسيطر على المدينة وتفرض سلطة أمر واقع فيها. استطاع بن دغر مواجهتها، استطاع مواجهة التحديات السياسية أخرى. بالنسبة للجانب الاقتصادي الذي فشلت فيه الحكومة بشكل كامل، ليس بن دغر ولا الحكومة وحدهما الملامين في هذا الجانب. هناك الكثير من التحديات على الأرض تمنع أي حكومة وأي طرف من التعاطي معها وتجاوزها. هناك أيضا إشكاليات في علاقة الحكومة مع دول التحالف العربي. طيب، لماذا الآن الحديث عن اجتماع للبرلمان وجلسات برلمانية برأيك أستاذ وضاح؟
ربما هو الحديث عن هذا الأمر لتعزيز القناعة التي يراد إيصالها أو الرسائل التي يراد إيصالها إلى المجتمع أو الرأي العام المحلي والإقليمي أيضا، بأن هناك عملية توافق سياسي بين مختلف القوى السياسية وبين السلطة نفسها عبد الرب ومنصور هادي وأيضا القوى السياسية، ومن ناحية أخرى أيضا بين مختلف هيئات السلطة، السلطات الثلاثة المقصود، أن هناك توافق وبداية تناغم والتئام بين هذه السلطات، وهناك عملية ما يشبه تعزيز لمكانة هذه السلطات بصفتها سلطة شرعية، وينبغي أن تعمل بشكل متوازي وبشكل وكل حسب مهامها. أيضا رسالة بأن هناك توافق سياسي وأن القوى السياسية المختلفة قد تجاوزت كافة الخلافات والأزمات التي بينها وبدأت تتوافق على إدارة المرحلة المقبلة، لكن كل هذا يمكن أن نقول بأنه مظاهر أو مزاعم، لا يوجد حتى الآن مؤشرات حقيقية لأن هناك إمكانية لتجاوز كافة هذه المشاكل، لا يوجد ما يشير إلى توزيع السلطات بين توزيع المهام بين السلطات الثلاث. أيضا ما الذي يمكن أن يفعله مجلس النواب في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة؟ مجلس النواب بالتأكيد لم يعد لديه أي قدرة على أداء أي مهام ولا حتى يعني هي أيضا من تعقيدات المشهد أن مجلس النواب تقريبا منذ عام 2003 وهو ما زال بذات هذه الفترة إلى الآن. هذا ما يدفعني إلى التساؤل، وأنقل هذا التساؤل للأستاذ عبد الناصر، ما الذي يمكن أن يستفيده أعضاء المجلس، أو كيف يمكن أن يقبل أعضاء المجلس بتمرير أي مطلب للحكومة أو السلطة التنفيذية وإطفاء هذه الشرعية عليهم؟ ما الذي يمكن أن يأخذوه في المقابل في سياق أن المجلس إلى الآن لا يعقد جلساته بشكل مستمر وليس له أثر إلا حين تطلبه السلطة التنفيذية؟ يبدو أنه فقط سيتم مساومة أعضاء مجلس النواب بمبلغ مالي، يعني برشوة مالية صرفة، إما يعطوا رواتب متأخرات ويعدوا برواتب دائمة، هذا للذي لم يستلموا هذه المخصصات، وأيضا مبلغ مالي. هذه يهدف من وراء جمع المجلس فقط تعزيز سلطته، وكيف تعزيز سلطته؟ هو لا يريد المجلس أن يظل في حالة انعقاد، هو يريده فقط أن يأتي ليوم واحد أو عدة أيام لينتخب الشدادي الذي هو رجله وهو من أبناء بلاده، يريد أن ينتخبه رئيس مجلس النواب، ثم يعود مجلس النواب إلى حالة السبات السابقة. هذا كل ما. طيب لماذا يعني ما هو الهدف؟ لأنه لا يريد. ما هو الهدف من هذه النقطة أن ينتخب أحداً من منطقته؟ هادي بيخشى، هادي يخشى الآن، هادي وفقاً للدستور النافذ يعتبر 7 سنوات انتهت فترتها الرئاسية، حتى رغم أن المبادرة الخليجية أعطته فقط 2 سنوات، الآن هادي في 21 فبراير يعتبر انتهت فترته الرئاسية الفعلية الذي هي وفقا للدستور، وبالتالي هو يخشى من أن مجلس النواب في حال التأم بأي شكل من الأشكال وهو تحت قيادة ليست تابعة له، ربما في هذه الحالة يتخذ قرار بتعيين رئيس جديد، لأنه سيتعذر انتخاب رئيس، وبالتالي هادي أراد أن يستبق هذا الحدث بجمع مجلس النواب والاجتماع وتشكيل هيئة رئاسة يشرف عليها شخص مقرب له، بحيث يمنع حتى يمنع انعقاد مجلس النواب، وليس فقط تمرير في حال أراد مجلس النواب أن يجتمع ليقرر الفراغ الدستوري الذي سيتركه هادي في 21 فبراير.
القادم سيحاول أن يمنع مثل هذا الأمر ما دام مجلس رئاسة مجلس النواب تحت يده. هذا هو الهدف الأساسي. هذا الشخص هادي لا يفكر أبدا إلا بمصالحه الخاصة الضيقة، وليس لديه أي أجندة وطنية، لأنه في كيف سينعقد مجلس النواب؟ أين سينعقد مجلس النواب؟ الآن يقال في مأرب، في سيئون. مأرب بعض الأعضاء مجلس النواب لا يشعروا بالاطمئنان إليها. سيئون أيضا ليست منطقة يستطيع مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب أن يمارسوا عملهم من فيها الفترة طويلة. عدن هي تحت سيطرة ليست سيطرة الحكومة اليمنية ولا الجمهورية اليمنية، وبالتالي كل الظروف تشير إلى أن مجلس النواب لن يعقد اجتماع أو لن يفعل كمجلس. طيب في خصوص عدن، بخصوص عدن، برأيك هذا التغيير الذي حصل على مستوى رئاسة الحكومة ألن يعني يحلحل من مسألة وجود حكومة أكبر في العاصمة المؤقتة للبلاد؟ على العكس من ذلك، يعني نعرف أنه عدن أصبحت تحت سيطرة الانفصاليين منذ اليوم الأول لتحريرها، ومن فوقهم الإمارات، وبالتالي عدن هي خارج سيطرة الجمهورية اليابانية. يدخل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء أشبه بدخول الأجانب، يحصلوا على تصريح دخول وتصريح خروج، ويذهبوا إلى المعاشيق محاصرين هناك، لا سلطة لهم فعلية على مدينة عدن نفسها. وبالتالي هذا الأمر يعني بأنه لا وجود فعلي لشيء اسمه عاصمة مؤقتة لليمن، وبالتالي لا وجود لعاصمة للجمهورية اليمنية. طيب أمام كل هذا الأمر هناك مسألة المصالح الشعبية، وأسأل هنا الأستاذ وضاح الجليل، معذرة دكتور مودع، يعني أين هي أين سيجد المواطنون أثرا في كل التحركات السياسية التي تجري برأيك؟ أريد فقط أن أعقب على، وفي هذا الإطار أعقب على مسألة. صحيح أن كل الإجراءات الآن التي تتم هي شكلية ولا معنى لها، لكن في النهاية لا توجد سلطة ولا توجد أي قوة تستطيع حتى اللحظة تستطيع، سواء كانت سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية، لا مجلس النواب ولا غيره يستطيع أن يتجاوز الرئيس هادي. نحن في لحظة حرب وفي لحظة مواجهة وحرب مصيرية، وبالتالي ليس أمامنا سوى أن يظل الرئيس هادي رئيسا وهو يقود المرحلة. كافة الأخطاء يمكن التعاطي معها ونقدها والتعامل معها، أما تجاوز هادي فهو بالتأكيد سيضعنا يعني ما هي يعني أستاذ وضاح، حتى يعني يكون المشاهد على علم، ما هي الأخطار التي يمكن أن تحدث أكثر مما حدث إلى الآن في حال أن لم يكن الرئيس هادي هو على رأس هذه السلطة الشرعية؟ نحن الآن لدينا سلطة شرعية ممثلة بالرئيس هادي، ونستطيع أن نقاتل وندافع عنها حتى برغم كل هذه المشاكل الموجودة. لكن تخيل معي غياب الرئيس هادي، بمعنى أن البلد ستتمزق فعليا، سيصبح مسألة تمزق البلد مسألة بديهية، وكافة القوى التي تسيطر على مناطق أو الميليشيات التي تسيطر على مناطق مختلفة من الجمهورية ستدير هذه المناطق بطريقتها وخارج إطار الدولة. لن يكون حتى لدينا هذا الشكل من السلطة، لن يكون لدينا هذا المظهر من الدولة. نحن الآن مجبرين على أن نتمسك بهذا المظهر بهذا الشكل والقتال من أجله حتى استعادة الدولة. لكن ألن يضع هذا الأمر مصالح المواطنين أمام مسؤولية مباشرة لهؤلاء الأطراف؟ لأن الآن الوضع يحدث أن مصالح المواطنين تغيب، عندما يريد المواطنون أن يسألوا الأطراف الحاكمة على الأرض يقولون أنتم يعني تتبعون الشرعية، حاكم الشرعية أو الحكومة، والمسألة بالنسبة للحكومة الشرعية تقول أو الرئاسة تقول أن هؤلاء هم المسيطرون على الأرض ولا نمتلك من الأمر شيء، والمواطن لا يعني لا تتحقق مصالحه في نهاية المطاف. بالتأكيد هذا مأزق كبير ومأزق خطير جدا. نحن الآن نعيش في حالة انتظام، لكن ليس أمامنا سوى التعامل مع هذا الانتظام والتعاطي معه ومحاولة تجاوزه بمختلف السبل.
القوى السياسية الموجودة الآن أثبتت ترهلها وفشلها ولم تعد قادرة على أي عمل أو التعاطي مع أي وضع. لاحظنا قبل أيام أنها أصدرت عدة بيانات تفرق عدد من القضايا، كان أحدها وأهمها هو ابتزاز السلطة الشرعية بمسألة بهذه بمسألة حكومة مصغرة وما إلى ذلك، والهدف من ذلك البيان هو الحديث عن محافظة سياسية والرغبة في الحصول على مناطق جديدة ومصالح جديدة ضيقة لا تعني المواطن على الأرض. المطلوب هو الآن أن تكون هناك قوة أخرى من المجتمع نفسه تطالب تضغط على الحكومة الشرعية وتطالبها بالتواجد على الأرض والتعاطي مع المشاكل المباشرة للمواطن اليمني، قوة أيضا تتعاطى مع هذه الميليشيات الموجودة في مختلف المناطق وتحاول تجاوزها. نحن إذا قمنا باستطلاع رأي سنجد أن الصوت الغالب في اليمن هو الصوت الوطني، لكن لا يوجد من يمثل هذا الصوت الوطني. هناك من يمثل الميليشيات مختلف أنواعها، من يمثل القوى الانفصالية والقوى المتطرفة بشتى السبل، هناك من يدعم هذه القوى ويقف خلفها، لكن الصوت الوطني الحقيقي غير موجود أو غير ممثل في مواجهة كافة هذه التحديات. لكن للأسف كما قلت لك لا نستطيع إلا أن نتعاطى مع هذا الواقع، مع واقع أن عبد ربه منصور هادي هو الرئيس الذي ما يزال وجوده يمسك في هيكل، حتى وإن كان مظهرا هيكل السلطة الشرعية، ما يمكن أن نلتف حوله وأن يمثل مستقبلا إمكانية وهل يعني أستاذ وضاح بنقطة، وهل من السليم أن تكون كل هذه السلطة وكل هذه الصلاحيات موجودة لدى شخص واحد؟ في لحظة الحرب بالتأكيد ليست، لا ينبغي أن تكون حتى في لحظة الحرب يد شخص واحد، لكن أن تكون الصلاحيات أيضا ضيقة وفي يد سلطة محدودة، هذا بالتأكيد ضروري في لحظة الحرب والمواجهة. طيب لكن ليس إلى درجة احتكارها في شخص واحد. طيب سأعود إليك دكتور أستاذ عبد الناصر المودع بعودة أخيرة، برأيك الآن ما الذي سنشهد في الأيام القليلة القادمة على مستوى السياسي من خلال المعطيات الجارية حاليا، من خلال يعني أيضا موقف الأحزاب السياسية المؤيدة للشرعية، وكذلك يعني لا يمكن لنا أن نعزل في المقابل ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين وتحركاتهم أيضا؟ سأعود فقط إلى النقطة الأصلية الذي دار حولها حواري وحوار الأخ وضاح. أنت سألته ما الذي ستخسره الدولة من خروج هادي، يعني هل في وضع أسوأ مما هي عليها الآن؟ يعني هادي نفسه لا يستطيع أن يعود إلى بلده. أي رئيس هذا الذي يحكم من دولة أخرى لمدة 4 سنوات؟ أيضا الدولة ممزقة، ماذا بعد هذا التمزق الذي هي فيها؟ هذه هو من أفرغ منصب رئيس الدولة من مكانته، من حقيقته. نحن نعيش فراغ في الرئاسة. هذه هي الحقيقة التي الكثير من المثقفين والكثير من الحزبيين يتجاوزونها، يقولوا وماذا لو طيب ماذا عن الأيام المقبلة؟ أن ينتخب رئيس بدل هادي، هادي انتهت فترة حكمه منذ أن تخلى عن دوره كرئيس توافقي، هو انتخب رئيس توافقي لم ينتخب لشخص. وضحت هذه النقطة، ماذا عن الأيام المقبلة أستاذ عبد الناصر؟ الأيام المقبلة فقط هو هادي سيحاول أن يرشي أعضاء مجلس النواب ليعززوا من سلطته، وأعضاء مجلس النواب الذي سيقبلوا هذا الدور الوسخ لن يضيفوا لرصيدهم شيء. هؤلاء إن قبلوا بهذا الدور معظمهم كلهم انتهت صلاحيتهم ولم يبقوا إلا لأن الظروف أصبحت هكذا. هذا المجلس يفترض أنه انتهت فترته في 2009، نحن الآن في 2018، يعني مدد له تقريبا 9 سنوات فوق مدته القانونية. إذا صح أعضاء مجلس النواب ورفضوا تمرير ما يريده هادي، هنا نقول بأنهم سيستعيدون جزء من شرعيتهم السياسية التي قد فقدوها، إضافة إلى شرعيتهم القانونية التي هم أشبه بأنهم قد فقدوها عمليا.
أشكرك أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. بعودة أخيرة إليك أستاذ وضاح الجليل، على مستوى الأيام المقبلة هل تتوقع دور أكبر للحكومة الشرعية من المناطق المحررة؟ هل تتوقع توافق أكبر ونوع من تحلحل الأزمة في الملف اليمني؟ نعم، يبدو أن هناك نوع من التوافق بين مختلف الأطراف الفاعلين حاليا في الأزمة اليمنية وخصوصا في المناطق المحررة. يبدو أيضا أن رئيس الحكومة الجديد سيستطيع التواجد على الأرض، وأن حكومته أيضا ربما تستطيع التواجد على الأرض، ليس بشكل كامل ولكن الكثير من أعضاء هذه الحكومة، لكن كل هذا لا يشير إلى أن هناك استقرار أو أن هذا التوافق أيضا سيستمر وأن وجود الحكومة سيكون طويل الأمد. من الواضح أن الأزمات أو أصلا مشكلة لم يحل بعد، وما زال هذا المشكلة قائما، وبالتالي كل هذه الإجراءات الشكلية لن تستطيع تجاوز هذه الأزمات. أشكرك المحلل السياسي أستاذ وضاح الجليل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.